يلا اتفضلي مجدي لو سمحت ممكن بس تهزه شوية؟ عايز ايه يا حبيبي؟ هزه شوية. هزه؟ اه ان شاء الله بكرة بعد الصلاة بإذن الله. قالت لك ايه؟ بتقول لي هزه هزه. رد يا عم ده انا لو شلته هبته في السقف هيفضل عامل. طب زق يا ابني. اصحى يا ابني المدرسة. اصحى عشان مدرسة. انت عندك امتحانات والله ده اللي عامل فيك كل ده. انت عارف ربنا هيكرمك والله. انت ايه؟ سيبه ابو معروف. طب انت بتسقي ولا انت جيب لك عسيك؟ ممكن تطرح حاجه غريبه. سقيك؟ عجيب ميه وسقيك. سيبه في طينه. يلا. نحن الآن سادتي مع أحد الاستشهاديين الذين يحاول تفجير نفسه في القاهرة. نحب نتعرف باسم حضرتك؟ أنا أكيد مش هتقدر تقول اسمك، أنت في منتهى الذكاء عشان ما حدش يعرفك. ممكن أعرف أنت ليه عايز تفجر نفسك؟ بالنسبة لي طبعاً مفيش أي كلام ممكن يتقال على اللي أنت عايز تعمله، بس أنت عايز توصل لهم فكرة صح؟ بالظبط. وأكيد الفكرة دي وصلت لكل الناس، بس أهم سؤال دلوقتي، أنتوا عددكم قد إيه؟ إحنا عددنا 95 مليون. 95 مليون واحد عايز يفجر نفسه، الشعب المصري كله عايز يفجر نفسه. كم أنت عظيمة يا مصر، هو ده اللي مستنينه منكم يا مصريين. كانت معكم شهيرة عمار. يلا يا مجدي. حد يقتلها الست دي. يلا يا مجدي. سيبلنا احنا مجدي بقى، سيبلنا احنا مجدي. تعالى شفت وديت الواد بتاع، تعالى هنا تعالى. الواد بتاع الدليفري وديتوه فين؟ معاه. استنى بس استنى يا عم. بتعمل ايه؟ بشوش على الجزيرة. يلا ايه ده؟ بس انت ما تشغلش دماغك بالناس دي. ده انا ما اصلا ما روحتش جنينه الحيوانات قبل كده ما اعرفش. لا لا يا انت ياما هتشوف، ياما هتشوف طول ما انت معاه هتشوف. طيب خلاص يا رجاله جاهزين؟ عايزين بقى ننجز يا عم الامير واتكلمنا في الاجر بتاع ام العمليه دي. بص يا جماعه الاجر والثواب عند الله. لا معلش بقى بحبح ايدك معانا باي حاجه، مش هينفع. مش هينفع يعني ايه؟ يعني مش هينفع. ماشي يا جماعه الفلوس موجوده والراجل جايب الفلوس والشنطه دي مليانه فلوس. انت معاك قد ايه؟ معايا 2 مليون بلبل. ايه؟ قال حاجه فيها طائر. إيه؟ ايوه مش فاكر. 2 مليون بلبل؟ ايوه. دي عمله قطر البلبل؟ ايوه. ايه 2 مليون بلبل دي؟ 2 مليون دولار. طيب بص ابو معروف، ابو معروف احنا معانا مبلغ ضخم. ايوه تعالى. امال مين؟ روح قول لهم معانا مليون جنيه هتتوزع علينا كلنا. ها ماشي. يلا مليون جنيه، لان احنا اللي بنتعب واحنا اللي بنشقى واحنا اللي بنخطط واحنا اللي بنرسم الخرايط. هم بيعملوا ايه؟ كل واحد يعلق الحزام الناسف وبالكتير يدوس على الزرارين. قال يعني كده عمل حاجه يعني. عندك حق.